بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات الأحلام. كما تعودتوا معايا دائما الوصفات البسيطة السهلة والسريعة. كذلك هنا عندي واحد الحرشة ديال الفران بالتفاح، سهلة وبسيطة واقتصادية، كتوجد في الحين. كتشوفوا معايا التشكيل ديالها، كتجي محمرة من الأسفل ومن الفوق، كتجي لذيذة بزاف، كتذوب في الفم، مذاق ديالها رائع، طريقة ديالها بسيطة، المقادير ديالها كلها في الدار، يعني ما كنحتاجوش فيها شي مصاريف، وحتى الطريقه بسيطه، وفي نفس الوقت المنظر ديالها زوين، مناسب لجو عندكم الضيوف. يعني مقادير بسيطه ممكن تشكلوا منها حريشه زوينه. انتم كتشوفوا معايا كيجي الشكل ديالها، كتجي خفيفه، كتدوب في الفم، سهله واقتصاديه. لكم الطرف كما كتشوفوا معايا، كما كيجي غزال بزاف، هشيشه وكتدوب في الفم. كنتمنى تعجبكم. دابا غتشوفوا معايا المقادير والطريقه ديال الاعداد ديالها، وبالصحه والراحه. بالنسبه للمقادير، هنا غنحتاج هنايا الزيت، غنحتاج 100 مليلتر يعني ثلثي كاس من كاس العنبه، كاس ديال السكر يعني 150 غرام عفوا، وعندي كاس ديال الحليب 150 مليلتر. هنايا بالنسبة للدقيق غادي نحتاج كاس واحد، يعني كاس ديال العنبة كاس واحد. هنايا البيض، ثلاثة ديال البيضات. السميدة هنا غادي نحتاج جوج كيسان، دائما العبارة بكاس العنبة. هنايا عندي النسمة، غادي نحتاج الفاني، جوج خمارات، وشوية ديال المليحة. بالنسبة للطريقة، أنا وضعت الإناء اللي غنخلط فيه، درت فيه ثلاثة البيضات، غادي ندير فيه ديك حبات ديال الملحة، دائما السميدة كتبغي الملحة. هنايا غادي ندير النكهه ديال الفاني. هنايا بالنسبه الى عندكم النكهه ديال البرتقال، قشر ديال البرتقال ولا ديال الحم، راه كيجيو في الوصفه احسن من الفاني. انا ما توفرينش ليا دابا، انا ندير السكر. هنايا هنا غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف الحليب. هاد الطريقه ديال هاد الوصفه هادي ساهله، ما نحتاجوش ان نخلطو كلشي بضرب كهربائي او نخليو كلشي تيبيض، بالعكس طريقته بسيطه. كنحركو شويه، دابا غادي نضيف السميده. كما شفتوا معايا بسرعه، ما فيهاش صعوبه، وما فيهاش ماشي حتى بحال الكيكه العاديه. غادي نضيف ليها الخماره مع السميده، جوج خمارات يعني 16 غرام بيكين باودر، كنخلطها بحال هكا. تخلط ديال السميده، تعرفوا ان اي كيكه السميده كتكون سهله في التخلاط. نبدا نخلطها شويه، نضيف الدقيق. هنايا بالنسبة للسميدة اللي استعملتها، السميدة هي السميدة الرقيقة الخاصة بالحرشة أو البسبوسة. هذا بالنسبة للأخوات العربيات كيسولون الحجم ديال السميدة، السميدة الخاصة بالبسبوسة. دابا عاد تنخلطو كما قلت لكم، هذيك السميدة فاش كنديروها حتى دابا خا فاش درنا مثلا الفورص أو الدقيق الأبيض، ما كتحتاجش مكونات صعوبة، هي كتنسجم. ها هي الطريقة ديالها كما شفتو بسيطة، كنخلط جميع المكونات، كتنسجم جميع العناصر. العجينه ديالنا خلينا ترتاح شويه، يعني الفتره اللي غادي نوعد 5 دقائق قبل ما نساليو هاد التفاحه ديالنا. هنايا غادي نشد عندي جوج تفاحات، ثلاثه تفاحات، الحجم على حسب حجم التفاح اللي عندكم، كبير صغير. انا هنا ما غاديش نحيد ليه القشره ديالو، بغيتو تقشروه ممكن تقشروه، لكن انا كنفضل نخلي ليه القشره ديالو بهذه الطريقه. هذه نحيد ليه العظيمات اللي كيكونوا في الوسط، بحال ما هكا. وهنايا غادي نبدا نقطعو بهذه الطريقه، كنقطع شويه رقيق، ما كنغلطوش بزاف بهذه الطريقه. هذه الكميه اللي عندي كامله، يعني هذوك جوج تفاحات. كما قلت لكم نتوما كديروا عندكم ميزانكم، جوج ثلاثه على حسب الحجم ديال التفاحه. دابا وجدنا التفاح، وجدنا العجين ديالنا. هنا كنشد واحد اناء اللي غندير فيه هاد، اي مول ديال الكيك ممكن تستعملوا اي مول. انا عندي هنا ديال الزاج، غندهنو غير بالزيت فقط. بالنسبه لكم استعملوا اي مول عادي، دهنوه بطريقه تقليديه بالزبده والدقيق بحال بحال. هنايا دابا غادي ندير العجين ديالي، نديرها في المول. هي تستعملوا اي مول، يعني كما كان مستطيل دائري على شكل قلب، كلهم كيجيو مزيانين في هاد الوصفه هادي. المهم ان باش يجيكم التستيفه ديال التفاح الزوينه، حتى الدائري كيجي زوين، كيجي
التفاح كيجي داير به، كنبقاو ندورو من الجوانب وكندخلو الوسط كيجي مزيان. شوفوا هاد الكميه اللي عندي نسرحها هنايا في المول بهذه الطريقه هذه. نحاول القدامة تجي جهه طالعه وجهه هابطه بهذه الطريقه. نحرك هكا. دابا غادي نبدا نستف التفاح ديالي، كنستفو بهذه الطريقه من هنا، كنبدا من الجنب. حنا ملي خلينا هاد ديال السميده، هاد العجين ديال السميده، السميده كتبقى تشرب شويه، يعني باش كنديرو التفاح ما كيهبطش لينا. هادي هو هذا هو السر، كنخليوها كتشرب شويه بين ما كنقطعو التفاح، يعني 5 دقائق حتى 10 دقائق على الاكثر. 5 دقائق 6 دقائق راه كنكونو سالينا. هنايا كنبداو نستفو فيها التفاح بهذه الطريقه هادي. والتفاح نتوما اللي بغيتو، التفاح كبير صغير ما كاينش مشكل. نستف من هنايا. دابا غادي ندخلها الفران بعد ما ساليت استف التفاح ديالي. الفران راه شعلته من قبل، خفض دابا درجه الحراره ل 170 درجه. المهم النار مهيله وكنطيبوها بحال هكا بحال شكل كيكه. تقريبا كتحتاج لنا في الفرن كتحتاج لنا 40 دقيقه حتى كطيب، ونخليوها تبرد ونطلقها. الحرشه ديالنا او الكيكه ديالنا من بعد ما طابت، هنا كناخذ بعد ما طابت هنا كنشد هنا شويه ديال، عندي شويه ديال العسل خففته، ديال خففته بشويه الماء وسخنته كندهن به. هنا ممكن ندهنوا بكونفيتور، يعني اللي عندكم في الدار نباش حتى هو كيجي زوين. يعني كدهنوا باش داك السكر داك التفاح كيرطب من الفوق، وفي نفس الوقت كياخذ الحلاوه حتى هو من الفوق. وهذه الطريقه ديالو. بالنسبه للمقادير كالعاده تلقاوها في صندوق الوصف. كنتمنى تعجبكم وتجربوا وتخليوا لي التعليقات ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر لايك وتنضموا في الجروب ديالنا في الفيسبوك. بسلامه عليكم.